فوز البطل محمد علي رشوان في أولمبياد لوس أنجلوس ما كانتش مفاجأة، ولكن كان متوقع. اللي ما كانش متوقع ان هو يرفض ان ياخد ميدالية ذهب على طبق من فضة جاهزة لو كان ضرب الخصم بتاعه يا ماشيتا في رجله المكسورة، ولكن في آخر لحظة قرر من نفسه بدون اي ضغط ان هو يغير التكنيك اللي مش مفضل ليه، ويحافظ على صداقته مع صديقه ياماشيتا. ودي طبعا كانت لمسة جميلة عرف العالم كله ان الرياضة مش مكسب وخسارة بس، ولكن اخلاق. كلنا كنا متوقعين ان البطل رشوان ياخد الميدالية الذهب بعد التمارين الجامدة جدا في اليابان، 3 تمارين في اليوم، وكان بالحجم ده الكابتن رشوان يطلع سلالم في البارك بنتكلم عليها عاملة زي تقريبا 90 درجة وقفة، حاجة غريبة جدا. فكنا احنا الفريق الصغير او الوزان اللي بعديه ما كناش نقدر نهنج، لان البطل بتاعنا بالحجم ده بيطلع. حتى الكابتن كان يقول له حاول تعمل تمارين تانية غير دي، قالوا لا لازم اكمل زي الناس دي، انا مش اقل منهم. فكان عنده اصرار ان هو يكسب في الاولمبياد، ما كانش رايح بس تمثيل مشرف. وفعلا كنا كلنا واخدينه قدوة بالحماس انه يقدر يخلص ال3 تمارين في اليوم معانا رجل برجل، اوزان خفيفه مع اوزان تقيله، تطلع المناطق العاليه، الشوارع اللي عامله زي الجبال دي هو بالحجم ده. فكان طبعا اصرار مشرف. شكرا كابتن رشوان، كلنا تعلمنا منك.